تطبيق الدعامة الثنائية. يرحب فريقنا الودود بالعملاء الراغبين في أطراف اصطناعية لتحسين نمط حياتهم. يتم إنشاء هيكل دقيق ومفصل ومتوافق للطرف الاصطناعي. تتم عمليات القياس تحت الحمل الديناميكي باستخدام تقنية إبسوكاست. بعد اكتمال عملية القياس تتم إزالة القالب لتبدأ خطوات ارتداء الطرف الاصطناعي الذي تم تصميمه خصيصاً من السيليكون. يبدأ عميلنا بعد ذلك تجربة الطرف الاصطناعي بمساعدة خبرائنا. يدخل العميل مرحلة إعادة التأهيل بعد جولة الاختبارات مع اختصاصي العلاج الطبيعي لدينا، ويتم الانتهاء من جميع الإجراءات. عميلنا الذي اكتملت جميع مراحل الأطراف الاصطناعية له يغادر مركزنا بقدرة مريحة على المشي. أكمل حياتك من حيث توقفت.